مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بك في برنامج هوا الايام. اهلا بك عادل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه وغيا فريم. يا هلا يا هلا بيكو في برنامج هوا الايام. النهارده هنروح لنيوز هوا الايام لان في خبر كتير جميل. هنتكلم عن الفستيفال دي كولتور دو موند، والفستيفال ده كتير مهم خاصه في اللحظات اللي احنا عايشينها دلوقتي، مهرجان الثقافات ثقافات العالم في فواغون شارتروز. بدأ يوم 28 يونيو ومستمر كان لغاية يوم 6 يوليو. بس النهاردة هنتكلم عنه مع ضيفة جميلة لطيفة من مصر، لأن كان من البلدان اللي استقبلها المهرجان مصر، إيرلندا، كازاكستان، المكسيك والفلبين. النهاردة معنا نوران خليل. أهلا وسهلا بيك في برنامج هوا الأيام نوران. أهلا سميرة، مبسوطة قوي اني معاكم النهاردة. واحنا كمان سعداء جدا بيكي. طبعا نوران فنانة شاملة، راقصة، مغنية، يعني فنانة استعراضية مصرية، وانتي جيتي قدمتي الفولكلور المصري هنا في مهرجان ثقافات العالم في فواغون شارتروز. هنتكلم عن الدورة دي، الدورة 41 للمهرجان معاكي. بعد كده هنروح لفقرة ثقافة مع فنان كتير ملهم من المملكة العربية السعودية. احنا كنا استضفنا وتكلمنا معاه أيام الفاشن ويك هنا في فرنسا، لأن عرض يوم الأربعاء 19 يونيو الماضي في البالي دو توكيو في باريس، سعودي 100 براندز. والنهاردة هنتكلم أكتر عن مشروعه ودار الأزياء اللي أطلقها، اللي اسمها كمال، أطلقها في 2022. كل ده في برنامج هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما أنتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا. شغلي صعبي ما بتخطر على بالي، تغير حالي للشخص اللي قبالي، دقت قلبي أنا وحدي بمشيها، دقت قلبك يا حبيبي أنا ما خصني فيها، هيدي أنا أنا حياتي بس ملكي أنا، لما تسعى بعينا لما تسود بلونا مثل ما بدي بزينا. أنا حياتي بس ملكي أنا.
أنا نوردو أنس ودنا حوراني في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وهنرجع لنيوز هوا الأيام مع ضيفتنا. شاركت في مهرجان لي كولتور دو موند في فواروج شارتروز، مهرجان ثقافات العالم بدا يوم 28 يونيو وكان اخر يوم يوم 6 يوليو. هي لوحدها مهرجان لان كل حاجه يعني متعدده المواهب، مذيعه، مغنيه، راقصه، بلوجر ايضا، بروفيسور كمان. ايه ده كله؟ نوران خليل اهلا وسهلا بيكي في هوا الايام. انا طبعا كل الكلام ده بقول وانا ماسكه الخشب وخمسه موا، فما تخافيش يعني عيني برد عليكي. ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. هنقدمك كفنانه، فنانه استعراض، لانك انت جيتي هنا تمثلي مصر في المهرجان الجبار ده، مصر الجباره في المهرجان الجبار. طبعا مصر بلد عريق، الكل يعني بيحلم وبيحب يتعرف على الثقافات المتعددة اللي في مصر، وانت كنت سفرتنا هنا في المهرجان. احكي لي شوية، طبعا مش أول مرة بتيجي فرنسا، ولكن أول مرة بتشاركي في المهرجان ده. أنا شاركت في مهرجانات فولكلور كتير قبل كده، يعني يمكن من 2010-2009 وأنا بشارك في مهرجانات. عملنا مهرجانات كان في حاجات في فرنسا، في أسبانيا، في البرتغال، في كرواتيا، في تركيا. فيعني المهرجانات دي تبقى تبع اليونسكو وبتبقى فظيعة، لأن احنا بنسافر كذا بلد وذين مثلا 10 أيام 12 يوم بناخدها زي التور، بنلف كذا بلد. حياتك مهرجان يعني يا نوران. يعني كل سنة بحاول أطلع مهرجان، كل سنة بيطلبوني. بس العصفورة قالت لي أنك أنت طبعا درستي الغناء في الأوبرا، في دار الأوبرا، وبتغني وبتغني كمان الأوبرا، بتغني الغناء الأوبرالي، وعلشان كده كمان بتغني بعدة لغات. بس المرة دي في فيستيفال كولتور دو موند في فواغون شارتروز، ايه هو العرض اللي قدمتي؟ ايه هي العروض؟ لان مش عرض واحد. قدمت عروض مختلفة على مسارح مختلفة فيها رقصات وغناء مصري مختلف، حاجات بقى من حاجات من الصعيد، حاجات من السويس، حاجات قديمة بقى من جميع محافظات مصر. يعني كنا بنحاول ان احنا نقدم حاجات مختلفة نلم بيها محافظات مصر كتير. ففي حاجات قدمناها من الصعيد، من النوبة، حاجات اسكندراني، حاجات تراث أقدم شوية، موشحات، حاجات زي كده. يعني ميكس كده ظريف عشان يوري الكالتشر المصري عاملة ازاي. وهو المهرجان ده خاص بثقافات العالم وفرصة علشان الناس تدخل يمكن بعمق أكتر ببعض الثقافات دي. النهاردة يعني قلنا مصر كانت من البلاد اللي أظهرت ثقافتها، أيضا الفلبين، المكسيك، الكازاكستان. كنتوا كتار صح؟ كتير. احكيلي عن الأجواء دي. بصراحة ألذ أجواء، يعني احنا كنا بنتكلم ان احنا كنا 6 بلاد، كل بلد فيها في منهم جروبس كبيرة قوي. فلما بنقعد وبنتمرن مع الناس وبنتصاحب عليهم بيبقى الأجواء كلها بتبقى عن السلام وعن البيس، وقد ايه احنا بنميكس مع بعض. ايفن ذو احنا بقى جايين مش عارفين بعض، ومش عارفين يمكن في بلاد انا عمري ما تعاملت مع ناس زي مثلا كازاخستان مثلا. عمري ما رحت كازاخستان، عمري ما قابلت ناس من هناك، لكن لما قابلت الجروب بقينا صحاب جدا. قابلت المكسيكيين لقينا ان احنا سيميلر في حاجات كتير قوي، زي بعض في حاجات كتير جدا. فالفستيفلز دي مهمه جدا عشان الناس تتعرف على بلاد بعض وثقافات بعض، وعشان نشارك بلغة الفن. هو الفن لغة، وهي لغة جمع الناس من زمان، من زمان. المزيكا والرقص واللبس الفولكلوري وكل الحاجات دي هي لغة تعارف.
وهو هدف كمان المهرجان ده أنه الناس تتعرف على بعض، الثقافات تتعرف على بعض من خلال الفنون زي ما ذكرتي، الرأس، الموسيقى والغناء. إيه هي الأغاني اللي غنيتيها؟ أنا عايزة أستغلك على الآخر النهاردة، يعني أنت فهمتي علي على طول. يعني غنيت مثلا موشح لما بدأ يتثنى، ده من الحاجات اللي بحبها. بيقول إيه مثلا؟ عايزة تسمعي حتة منه؟ طبعاً. أمالي قلتلك هستغيك نوران. لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، أمان 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 أمان، حبي جمال فتنى، أمان 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 أمان. لا احنا كده هنغني تاني. مرسي جدا نوران. بتستعدي ازاي للمهرجانات دي اللي بتشاركي فيها؟ والله هي بتاخد، انت كنت متواجدة على كل المدة؟ برضو وقت يعني انا وصلت فرنسا يوم 25 قبل المهرجان ما يبدأ بيوم، وكنت قعدنا قبلها شهور بتمرن، بحضر الأغاني، بنجهز الكوستيومز واللبس وإكسسواراته وحاجاته، الرقصات، كل حاجة. يعني بياخد يعني شهور من التمرين قبل، حتى الميك اب نتمرن عليه، متمرنة عليه على الميك اب المصري عشان اطلعه بشكل معين، لان كل دي اساليب للتعبير عن الـ عن الـ عن الثقافه بتاعتنا. طب وانتوا كنتوا فرقه كامله؟ فرقه. كنتوا كام؟ كنا حوالي تقريبا 15 حد. واو. انا كنت المين سينجر. كانت فرقه كبيره، ميوزيشنز، دانسرز، كله. كله. انت كمان كله بتعملي كل حاجه، لان بتقدمي برامج ايضا، يعني صح. عندك كاعلاميه برامج كنت بتقدميها، بتغني، بترقصي، بلوجر ايضا. بتلاقي الوقت ده فين؟ والله يعني هو ربنا صدرها معايا في الوقت، بس الحمد لله. يعني انا 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 من اكتر الحاجات اللي انا اعتبر انها قويه فيها هو التايم مانجمنت وترتيب الوقت. فانا بقسم وقتي وبقسم يومي وكل حاجه بتحصل، وفي التمثيل كمان كل حاجه بتحصل. بس كل الاشياء دي اللي بتعمليها عايزه تحضير، عايزه شغل، عايزه دراسه، عايزه، فهنا كمان بتشتغلي باي طريقه. كل حاجة ليها وقتها، يعني التدريس ليه وقته. بتدرسي أي مادة؟ أنا بدرس إعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة، معايا 2 ماجستير وحاليا بحضر الدكتوراه، فأنا بروفيسور في بالتحديد في سيكولوجية الإعلام. فأنا التدريس لي وقته، وده حاجة أنا بحبها قوي، especially الإعلام، يعني حاجة من الحاجات بحبها جدا. الإذاعة ليها وقتها والبرنامج بتاعي، حاليا في البروسس أن أنا بحضر لبرنامجين 3 تانيين بس في مرحلة التخطيط. وإيه هي البرامج اللي بتقدميها مثلا؟ أنا بقدم برنامج اسمه كايرو تايم في مصر، ده برنامج بنقدم دوكيومنتريز، كل يوم بننزل حلقة، حاجات بقى سياسية، حاجات اقتصادية، حاجات على انترتينمنت، حاجات عن ثقافات مختلفة، حاجات عن قصص تاريخية، حاجات ساينتيفيك وعن التكنولوجي وحاجات زي كده. فهو بيعمل ميكس مختلف يعني لتوبكس مهمة لازم الناس تعرفها، بالتحديد للمصريين. يعني لو أخذنا مثلا مجال الإعلام، إيه هو هدفك من خلال عملك في الإعلام؟ إيه هي رسالتك؟ أنا رسالتي إن أنا يعني أنا بحس ان انا فعلا عايزه اوري الناس انه الواحد ما فيش حاجه اسمها لا، او ما فيش حاجه اسمها ليميتيشنز. الواحد يقدر يعمل كل حاجه هو نفسه فيها وبقوه. وفي نفس الوقت انا بني ادمه بحب الناس جدا،
وبحاول ان انا ابروموت فكره البيس والسلام مع الناس، وبحب اصاحب ناس من كل حته، بحب اوري كل حاجه كويسه عن بلدنا وعن مصر، ويعني فانا هدفي فعلا ان انا ابعت رساله سلام باكبر شكل اقدر ابعته، وفي نفس الوقت اوري الناس ان الثقافه حاجه مهمه قوي، وان الواحد يقدر يعمل كل حاجه حتى مش لازم يبقى في قالب معين. يعني أنا أقدر أبقى مغنية وأبقى بروفيسور وأقدر أبقى بلوجر كمان، ومش عشان أنا بروفيسور لازم أبقى مملة وأبقى شكلي شكل معين، لا، ممكن أبقى بروفيسور وذكية جدا ودمي خفيف فهو مفيش ليميتيشن على الواحد، مفيش ليميتيشن نوران، ولكن متهيألي الواحد علشان يقدر يعمل أشياء متعددة كده وحاجات كتيرة ومختلفة لازم كمان يكون متمكن. يعني انت برضو بتدي لنفسك وقت لأنك بتدرسي مثلا الإعلام مثلا، انت بتدرسي بس يعني عملتي يعني ماجستير وبتشتغلي في المجال ده بعمق. هل في برامج معينة مثلا بتحبي تقدميها علشان تظهري المواهب دي كلها؟ يعني أنا بحب أقدم فكرة الدوكيومنتريز عشان هي بيبقى الجونرز بتاعتها مختلفة كتير، فيوم بتكلم في السياسة ويوم بتكلم في السياحة ويوم بتكلم في حاجة تاريخية، فأنا بحب التعدد. ما بتحبيش يعني الروتين؟ ما بحبش الروتين، ما بعرفش أعمله. هو ده اللي ما بعرفش أعمله، الروتين. لازم يبقى فيه 3-4 حاجات مختلفين، لازم يبقى فيه توبكس مختلفة. قدمت برامج طبية، قدمت حاجات في مختلف الحاجات، بس هو أقوى حاجة عندي إن أنا بقدم التقديم فعليا، فده جاي من إن أنا اشتغلت على شخصيتي. يعني معظم الحاجات اللي أنا بعملها في حياتي جاية من إن أنا اشتغلت على شخصيتي وعلى كياني، ومن هنا بقدر إن أنا أعمل activities كتير. بس التقديم، يعني لو أفهم منك، التقديم لوحده ما الواحد ممكن يعرف يقدم، بس لازم يكون في عنده العمق أو الأدوات اللي يقدر. مثلا قدمتي برنامج طبي غير ما بتقدمي برنامج سياسي، غير ما بتتقدمي برنامج اجتماعي، المواضيع نفسها بتبقى مختلفة. هنا بتتعمقي إزاي؟ يعني ممكن الواحد يبقى متخصص يمكن أكتر في الطب أو في السياسة وما يفهمش حاجة عن مثلا المشاكل الاجتماعية مثلا. هنا كمان يعني هل أنتي بتدخلي في الأدوار دي كلها زي أي ممثل أو أي صحفي مثلا شامل وبيتعمق وبيدرس بقى ويذاكر بتشتغلي؟ لأن التقديم لوحده ما مش كفاية، متهيألي أنا الواحد يبقى أمور وشكله لطيف. أنا درست حاجات كتير جدا، حاجات في الساينسز وحاجات في البوليتكس وحاجات كتير جدا، بس في الإعداد بتاعي يعني أنا عندي فريق كبير طبعا بيشتغل معايا، يمكن عندي حوالي 40-45 رايتر بيجهزولي ال احنا كده بقى هنحسدك بجد. لا فساعتها بيبقوا بشتغل مع رايتر، والرايترز عندي متخصصين في جنرز، فانا هم المتخصصين. انت انا بيرفورمر، انا بأدي انا بأدي وبقدم، وانا فاهمه كويس قوي في الحاجات اللي انا بقدمها، ولكن الكونتنت اللي بيكتبوا وبيعدوا بيبقوا ناس متخصصين في الحته دي. فلان احنا المعلومات اللي انا بقدمها بتوصل لعدد كبير جدا من الشعب المصري، ما اقدرش ان انا يكون فيها غلطه واحده ولا كلمه واحده مش مظبوطه. فعشان اضمن ده لازم يبقى عندي مجموعه رايترز متخصصين في الحته دي، هم اللي بيعدوا لي اي حاجه طالعه ليها علاقه بالاختصاص ده. بس انا كمان بذاكر التوبيك كويس جدا قبل ما بشتغله، فانا بذاكره كويس جدا عشان اعرف اقدمه صح. بس طبعا عندي البروفيشنالز اللي بيساعدوني، يعني وطبعا ما حدش يقدر يقلل من الناس اللي بيشتغلوا معاه. اكيد لا. وانت بلوجرز كمان، بلوجر نوران خليل، هنا كمان دي مهنه جديده، مهنه يعني الكل بيحلم، يعني في ناس كتير، شباب كتير بيحلموا انه كمان يقدموا بلوج. هنا الكونتنت بتاعك بتتكلمي عن ايه؟ والله أنا الكونتنت بتاعي كبلوجر بدوكيمنت كتير قوي من حياتي، بدوكيمنت إزاي أنا بعمل أكتيفيتيز كتير، لأن هو ده أكتر حاجة بتميزني، إن أنا بعمل كل حاجة.
فانا اي انجوي ان انا ادوكيمنت الحاجات دي، بقى دوكيمنت السفر. انا بسافر كتير قوي، تقريبا 60-70% من السنه ببقى بره مسافره. فبدوكيمنت سفر كتير، بدوكيمنت حياتي، بدوكيمنت الناس اللي بقابلها، الاكسبيرينسز اللي بعملها. وبحس ان في ناس كتير بتسافر من خلالي وبتشوف نوعيه تانية من الحياه من خلالي. فالبلوجينج بيبقى انجويبل قوي، لان انا مش كل يوم بيبقى عندي الفرصه ان انا اطلع اقول للناس انا بعمل ايه، بس من خلال البلوجينج يقدروا يتفرجوا معايا على حياتي. وده بحس ان هو بيدي كمان امباورمنت كبير للاودينس، وسبيشلي للستات. يعني انا بحب ان انا ادي امباورمنت للستات جامد. فلما بيشوفوا ان انا فعلا بعمل كل حاجه بيتشجعوا ان هم يعملوا ده. وناس كتير بتقعد تبعت لي انا عملت زيك، انا عايز اعمل زيك الحاجه الفلانيه، انا بحاول اعمل ده، اقدر اعمل ايه. فبحس ان انا من خلال الكونتنت بتاعي الناس بتشوف جانب اخر هما ما بيسمعوش عنه. ايه هي الحاجة اللي لغاية دلوقتي ما عملتيهاش ونفسك كده برضو تجربيها، تعمليها، تقدميها لكل الناس اللي بتتابعك؟ ايه اللي انا لسه ما عملتوش؟ مش عارفة. اخليكي تفكري، ايه رأيك نسمع موسيقى وفي الوقت ده تفكري لنا بكم حاجة عملتي كل حاجة؟ واو، يعني اي حاجه كانت نفسي اعملها عملتها. بس اللي انا ما اعرف، يعني اللي انا ما عملتوش غالبا ما عرفتوش، بس الحاجه اللي بعرف بسمع عنها ببقى نفسي اجربها. بس مفيش حاجه كده بتخططي لها؟ لا، بروجكتس طبعا. طيب، في بروجكتس. ما هو ده. طب خلينا نسمع وتقول لنا عن البروجكتس. لايف سيلين ديون في برنامج هوا الايام مونت كارلو الدولي، واحنا دايما مع نوران خليل. اهلا وسهلا بك مجددا نوران. نوران، ايه هي المشاريع اللي انت بتشتغلي عليها ونفسك تحققيها؟ والله انا يعني في كذا حاجه نفسي احققها، بس هو اللي انا نفسي احققه فعلا هو انترناشونال ريكوجنيشن في حته ان انا ابقى فنانه شامله، غنى، تمثيل، اذاعه. فنفسي اللي احققه فعلا هو انترناشونال ريكوجنيشن، وعشان كده يعني بسعى لحاجات كتير تكون يعني يكون فيها ظهور يعني عالمي. قصدك مثلا تكوني ممثله عالميه؟ ممثله، بغني وبعمل كل حاجه. اوكي، وبتشتغلي على الموضوع ده؟ وبشتغل على الموضوع ده. طب ما دي حاجة جميلة، دي حاجة جميلة. المهرجانات اللي بتشاركي بيها فيها في العالم بتساعدك علشان تقدري تحققي كمان الأمنية دي؟ طبعا بتساعدني، وبتساعدني كمان في الظهور. يعني انا مش كل يوم بيبقى عندي فرصه ان انا اطلع اغني عربي، وسبيشلي حاجات الفولكلور القديمه بتاعتنا. فلما بلاقي منفذ ان انا ابين مهاراتي في الفولكلور المصري، دي حاجه بتبسطني جدا. فالمهرجانات دي، وكمان عشان الكوستيومز بتاعتها المصري دي، واحد ما فيش في منفذ ان الواحد يلبسها ويخرج بيها ولا يتصور بيها عادي. فكل الاوتفيتس والكوستيومز والاستعراضات دي، المنافس دي بتبقى لما بتيجي قدامي ما بقدرش افوتها عشان
عشان فعلا بتفرق في الظهور. أكيد. في حاجة جميلة يعني أنت تكلمتي عن الأمنية دي أنه يكون في اعتراف عالمي دولي لمواهب نوران خليل، بمعنى أنه داخل مصر الاعتراف ده خلاص وصلتي له يعني لحد ما، يعني لحد ما أحب أقول كده. طيب حلو قوي. وفي العالم والوطن العربي كمان؟ الوطن العربي فيه كتير، أنا عندي متابعين كتير من الوطن العربي، من الكويت، من البحرين، من السعودية، من الإمارات، من الجزائر، من تونس، من الأردن، فأنا عندي متابعين كتير برضو من الوطن العربي. إما بتلهمي الناس، يعني من شوية كنت بتقولي إنك بتحبي توري حياتك علشان ده كمان ممكن يدي دافع لسيدات كتير بيتابعوكي، أكيد أنتي مرتاحة مع نفسك زي ما كنت بتقولي من شوية، اشتغلت كتير على نفسك، أنتي راضية دلوقتي عن كل اللي عملتيه اللي وصلتي له؟ بصراحة ودي حاجة صعب كتير ان الواحد يوصل لها، بس انا فعلا راضية على كل حاجة عملتها، بس انا حطيت مجهود كبير قوي، يعني انا يمكن اكون المجهود اللي حد حطه ان هو يطلع ان هو يبان في مجال واحد، انا عملت المجهود ده في 3-4 مجالات. فأنا حطيت مجهود كبير جدا، بس عمري ما ندمت على اي حاجة، اي مجهود عملته، لانه فعلا فعلا المكافأة كبيرة. يعني المحيط معاه، يعني المحيط بتاعك دايما كمان بيشجعك؟ الحمد لله، الحمد لله. دي حاجة مهمة جدا. نوران خليل، أنا كنت سعيدة جدا باللقاء ده، وبتمنى لك النجاح، المزيد من النجاح، وأنك تحققي كل أمانيكي، ومستنينك المرة الجاية أي مهرجان جاي هنا في فرنسا. إن شاء الله. أنا بصراحة بحب المهرجانات الفولكلور قوي، وسبيشلي بتاعت فرنسا، وأكتر من مرة أجي أعمل مهرجانات في فرنسا وبتبقى جميلة، وبحب فرنسا وبحب الفرنسويين، وهي بلد جميلة وعريقة وإحنا بينا كتير. ميرسي بوكو، أبيانتو نوران. ميرسي سميرة. أبيانتو.